بمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء الأمراض الصدرية في عدد من الجامعات المصرية، أقامت شركة إيفا فارما الرائدة في مجال الصناعات الدوائية لقاءً علمياً ناقشت خلاله نتائج مراقبة ما بعد التسويق لعقار أفيبرافير المضاد للفيروسات، والذي أظهر نجاحاً ملحوظاً في علاج حالات فيروس كورونا. في الحقيقة إحنا فخورين جداً النهاردة باللونش بتاع الدواء العظيم أفيبرافير اللي هو من إنتاج مصري، وده إنجاز ضخم جدا، حاجة كويسة جدا إن إحنا يكون عندنا دواء يقدر يحمي ويشفي الناس اللي هي عندها إصابة بمرض الكورونا اللعين، الوباء الذي أصاب العالم كله وأصاب الملايين وقتل أيضا الملايين وشل العالم كله. طبعا احنا مشكلة عندنا في مصر انه الناس مش واعية بهذه الدرجة بخطورة الموقف، فما فيش اجراءات احترازية شديدة بين الناس في العامة، ودي حاجة يعني نتمنى انها تزيد عشان نحمي الناس ما يحصلش اصابات، فدي نقطة مهمة جدا نتمنى أن الإعلام يساعدنا فيها وأنه يحاول بقدر المستطاع نوصل لكل نجوع وقرى وشوارع مصر عشان نقدر نوصل للرسالة دي. الحاجة الثانية، الدواء بصراحة إحنا جربناه بقاله أكثر من 6 شهور في الماركت، وجربناه كتير جدا مع مرضى ونتائجه ممتازة، بس مهم جدا أن إحنا نبتدي العلاج بدري، وأرجوكوا يعني نتمنى أن توصل رسالة للناس أن ما فيش حاجة اسمها برد عادي ويقعد العيان مستني 5-6 أيام أسبوع ويعالج نفسه ويروح للصيدلية ويصرف دواء ويسأل الجيران ويسأل مش عارف إيه، لكن أرجو أن يكون في وعي قوي أنه يتوجه لإما مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة أو يتوجه للطبيب علشان يرشده، لأنه مهم جدا التدخل البدري في العلاج والتشخيص المبكر هو أفضل شيء لأفضل نتائج، بحيث أن احنا نحافظ على ناسنا وشعبنا وأهالينا. مهم جدا هذا الكلام، فالرسالة دي مهمة جدا أن هي توصل لكل شخص في مصر. الحقيقة هو النهاردة الاجتماع أو المؤتمر الموجود النهاردة بصدد أن احنا بنناقش فعالية الدواء المصري اللي ابتدى ينتج حاليا في مصر، وكان موجود في الصين من بداية الكورونا، وأثبت فعالية كبيرة جدا أنه هو بيحسن جدا الأعراض طالما استخدم في الوقت المظبوط، الوقت الصح البدري مع التشخيص الصحيح للإصابة بمرض الفيروس كورونا. فبالتالي الاستخدام المبكر للأدوية دي بتحد من انتشار الفيروس وبتحد من تكاثره، وبالتالي بتبتدي نسيطر على الحالة مباشرة قبل ما تتطور وتدخل في مراحل متقدمة تحتاج فيها بقى دخول مستشفى أكسجين ورعاية مركزة. الحقيقة احنا في جائحة الكورونا كل الناس تكاتفوا، سواء جهود دولة او جهود قطاع خاص، بحيث نقدر ان احنا نسيطر على الجائحة في اقرب فرصة، لان الحقيقة الضحايا والناس اللي فقدناهم بسبب الجائحة كانوا حاجة مؤلمة جدا في السنتين اللي فاتوا. فالحمد لله ان ربنا وفقنا واللي ابتدى ينتج هذا العقار الجديد اللي هو الفافيبرافير المأخوذ من التجربة السابقة في علاج أمراض أخرى، ولقوا أنه له فعالية كبيرة جدا في السيطرة على تكاثر فيروس الكورونا. الحقيقة إقبال الناس عليه وتواجده بسعر مناسب في السوق المصري خلى الوضع أفضل بكتير. الحقيقة الوضع السنة دي غير السنة اللي فاتت، تواجده وإنتاجه في السوق المصري خلى الأمور تبقى مسيطر عليها بصورة أكبر، والأعراض كمان وأن العيان يتعافى ويعود لحالته الطبيعية في السوق في وقت أسرع بكتير. فالحمد لله ربنا يسهل إن شاء الله وتبتدي الجهود الجديدة دي، والتشخيص المبكر من أهم العوامل اللي لقوا إن هي أكتر حاجة تقدر تسيطر على انتشار الفيروس الجديد الكورونا المستجد.
هو طبعا بالنسبه للدواء الجديد واحد من المضادات بتاعه الفيروس اللي بنستخدمه في علاج مرض كورونا، فيروس كورونا المستجد، وطبعا هو يعتبر انجاز لان هو محل الصنع، وده وفر علينا طبعا كتير وخلاه متوفر بالنسبه للناس في متناول ايدي الجميع. وطبعا ده يعتبر احد صور تعاون القطاع الخاص مع الحكومه والقطاع العام، وده من الحاجات الجميله جدا طبعا انه بيقدم لنا منتج احنا ما كانش ممكن نحصل عليه بسهوله، وبيوفره بسعر مناسب بالنسبه لو قارناه بالسعر بره في الدول بره. النقطه الثانيه هو الدواء بعد التجربه اتضح ان هو من الحاجات اللي نتائجها كويسه جدا، خاصه لو استخدم مبكرا بقدر الامكان. وطبعا من فوائده ان هو لو جاب مفعول والمريض بيتعالج في البيت، ده طبعا بيوفر دخول المستشفى، بيوفر تكاليف، بيوفر عطله بتاعه المريض، بيوفر على الدوله مصاريف كتير جدا، وبيوفر كمان المضاعفات، ان بيحمل المريض من المضاعفات ان هو يحتاج دخول المستشفى او يحتاج دخول رعايه مركزه او المضاعفات اللي ممكن تحصل من الاصابه بفيروس كورونا المستجد. فطبعا هو يعتبر احد الادويه اللي بتستخدم ضد الفيروس وبتجيب نتائج ممتازه مع سعر معقول، وده طبعا هدف كنا بنسعى ليه من فتره طويله. يعني بدايه يعني عايز ااكد على دورنا الوطني كشركه ايفا فارما، والرساله اللي احنا دايما بنحرص على ان احنا نشتغل في اطارها، وهي ان الحق في العلاج والصحه ده حق انساني مكفول لكل المواطنين، واحنا كشركه وطنيه بندعم ده دايما وبنحاول دايما يكون ده اساس شغلنا وتركيزنا. ما كانش في أدعى ولا أهم في الفترة اللي فاتت من الكوفيد، مرض ظهر حديثا محتاج إجراءات احترازية، محتاج تكاتف الجهود على كل المستويات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الطبي مع وزارة الصحة عشان نقدر نعدي الفترة الحرجة دي. طبعا من أهم الأكشنز أو الخطوات اللي اتخذت في الإطار ده هو توفير العلاجات اللي بيحتاجها المريض أو الطبيب لعلاج حالات الكوفيد، وعشان ده مرض جديد فكان كل شوية العلم بيقدم لنا جديد. كان جزء من دعمنا المريض الكوفيد والطبيب اللي بيعالج حالات الكوفيد ان احنا نحرص ان اي علاجات تطرح على مستوى العالم في اي وقت نكون بنوفرها للمريض المصري والعربي والافريقي. كانت البدايه مع ريميديسفير، كنا اول شركه نوفره في مصر وفي اكتر من 30 دوله، والحمد لله كان ليه دور كبير في انقاذ الاف حالات الكوفيد اللي كانت بتحتاجه. بس ريميديسفير دايما كنا بنقول ان هو للحالات الشديده لانه هو بيقطع عن طريق الحقن الوريدي فبيتاخد دايما في المستشفيات، فدايما كان بيبقى موجود للحالات الشديده من الكوفيد. الى ان ظهر علاج عن طريق الاقراص، علاج دوائي عن طريق الفم، هو الافيبرافير، فقدم امل جديد للمرضى المتوسط الحالات المتوسطه الشده لانه بيتاخد في حالات العزل المنزلي. فكنا برضو اول شركه تحرص انها توفر الافيبرافير في مصر، والحمد لله نتائج الافيبرافير برضو كانت مشهود لها وساعدت في انقاذ الاف الحالات من العزل المنزلي من حالات الكوفيد. حسينا بجزء اكبر من دورنا المجتمعي ان احنا نعمل بحث علمي او دراسه اكلينيكيه على الحالات اللي خدت افيبرافير في الفتره اللي فاتت، فتم تجميع الداتا او البيانات العلميه لاكثر من 5000 مريض خدوا افيبرافير في خلال الشهور اللي فاتت، و تم تحليل البيانات واتضح انه فعلا نتائج الافيبرافير في الحالات دي كانت نتائج مشجعه ومطمئنه جدا جدا. فالنهارده احنا موجودين مع اكثر من 350 طبيب ونخبه كبيره من اساتذه امراض الصدر في مصر عشان ندعم استعمال الافيبرافير في الحالات المتوسطه الشده والعزل المنزلي وعرض عليهم نتائج الترايل. يمكن حابب اقول حاجه كمان، يعني احنا ما كانش دورنا بس ان احنا حرصنا على وجود الريميديسفير وبعديه الافيبرافير، دلوقتي العالم كله بيتكلم على علاج جديد اسمه مولنوبيرافير، ده نسبه الفعاليه بتاعته تقريبا بتقارب من 100% في شفاء من حالات الكوفيد، وان شاء الله ان شاء الله في خلال شهور قليله العالم هيدي اول تصريح بتداول المولنوبيرافير على مستوى العالم، ان شاء الله متوقع يكون في اوائل شهر 12، يعني اكتر من شهر او شهر ونص من دلوقتي. وبوعد برضو ان شركه ايفا هتكمل دورها اللي هي بتقوم بيه دايما ودورها الوطني، انه زي ما وفرنا الريميديسفير والافيبرافير ان شاء الله بشرى برضو لكل مرضى الكوفيد والاطباء اللي بتعالج الكوفيد ان المولنوبيرافير ان شاء
الله اول ما يكون بيحصل على اجازه على مستوى العالم ان شاء الله شركه ايفا برضه هتكون من اول شركه بتقدمه للمريض المصري في اوائل الفتره اللي جايه ان شاء الله. فافيبرافير هو الدواء اللي بيحتوي على ماده الفافيبرافير. الدواء ده احنا قدرنا ننزله كايفا فارما من بدايه السنه اللي فاتت 2020 في بدايه الكوفيد. في الاول الدواء ده كان موجود متاح فقط للمستشفيات علشان زي ما انتوا عارفين ان احنا المريض كان يعني بيروح الصيدليه وبيجيب ادويه كتير عشان خاطر الكوفيد 19، فاحنا كنا محتاجين ان احنا نحافظ على الدواء ده وانه اللي محتاج بس اللي يستخدمه. ولكن مع ظهور الحالات الكوفيد 19 وبالنسبه للحالات المعزوله منزليا كنا محتاجين ان احنا نساعد الحالات دي علشان نقدر نوفر لهم العلاج بتاعهم. فمن بدايه من مارس 2021 قدرنا ان احنا ننزل الافيبرافير بتاع ايفا فارما ان هو يكون موجود في السوق المصري في الصيدليات، يكون متاح للمرضى المعزولين منزليا، وهو بمثابه امل للمرضى دول علشان هم مش هيقدروا ان هم يجيبوا دواء من المستشفى او مش هيقدروا يروحوا المستشفى، فبنحتاج ان احنا نوفر لهم العلاج اللي هم محتاجينه. الافيبرافير اول لما نزل كان يعني مدرج في بروتوكول وزارة الصحة لعلاج الحالات البسيطة، والآخر إصدار للبروتوكول المصري بتاع وزارة الصحة في 2021 بالتحديد في شهر سبتمبر بقى الأفيبرافير مدرج في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة لنتيجته الفعالة مع المرضى بتوع الكوفيد 19 للحالات البسيطة والمتوسطة. وبالفعل خلال الفترة اللي فاتت كلها من بداية نزول الدواء في الصيدليات من شهر مارس لغاية يومنا هذا قدرنا ان احنا نعالج 75,000 مريض ان هم يستخدموا الدواء ده وان هم يتحسنوا كوفيد 19 وان الاعراض بتاعتهم تقل في خلال اول 4-5 ايام. اهم حاجه واللي بينصح بيها خبراء الامراض الصدريه انه الدواء ده لازم يستخدم بدري، اول لما نحس بالاعراض تحت استشاره الطبيب يكون الدواء ده بيستخدم بدري علشان نقدر نحس بالتحسن في السريع.